المنتخب الوطني يخوض مرانه الأخير اليوم استعدادا لمباراة غانا. الأهلي يكتسح التليفونات بخماسية ويضرب موعدا مع الداخلية في ثمن نهائي كأس لمصر. وتونس والمغرب يبحثان عن التأهل لمونديال روسيا الليلة. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الرياضية من أون لايف التي نبدأها بأخبار المنتخب القومي المصري والذي يؤدي عصر اليوم رانه الأخير على أرض ملعب استاد مدينة كيب كوست الغنية استعدادا لمواجهة نظيره الغاني غدا ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. كان المنتخب الوطني قد غادر القاهرة ظهر أمس إلى غانا في رحلة طيران استغرقت نحو 4 ساعات ونصف إلى العاصمة الغانية أكرا قبل أن تستقل البعثة حافلة خاصة للانتقال إلى مدينة كيب كوست التي تستضيف المباراة المرتقبة. وضمن منتخب وضمن منتخبنا الوطني تأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما بعدما حقق الفوز على الكونغو في الجولة الخامسة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أوغندا الثانية و6 نقاط عن غانا الثالثة. إلى ذلك تأكد غياب أساموا جان مهاجم غانا وكريستيان عاتسو جناح الفريق عن مواجهة مصر غدا الأحد في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم روسيا 2018 وذلك بالمجموعة الخامسة. وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها جان قائد المنتخب الغاني أنه لن يستطيع اللحاق بمباراة مصر بسبب إصابته في عضلة الفخذ، بينما يعاني أتسو من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية. هذا وأعلن الاتحاد الغاني رسميا غياب الثنائي عن مواجهة مصر التي لن تؤثر في موقف الفراعنة من التأهل للمونديال. يأتي ذلك في ظل محاولات الجهاز الطبي لمنتخب غانا لتجهيز الجناح باتريك تسوماي من الإصابة في الكاحل التي تعرض لها في المران. وإلى كأس مصر حيث بدأ النادي الأهلي حملة دفاعه عن لقبه بكأس مصر بنجاح كبير، وذلك باكتساحه تليفونات بني سويف بخماسية نظيفة، ذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب بيتروسبورت ضمن منافسات دور ال32 من المسابقة. أحرز خماسية الأهلي كل من هشام محمد وعمرو السولية ووليد أزار وعماد متعب وأحمد حمدي، بينما أهدر أحمد حمودي ركلتي جزاء قبل أن يغادر الملعب في الشوط الثاني بقرار فني. بذلك تأهل الأهلي للدور ثمن النهائي ليضرب موعدا مع الداخلية الذي تأهل لنفس الدور بعد تخطيه عقبة النصر. جول 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 إيجان، إيجان بيسجل أول الجوال مرة تانية. عماد عمل فنت وفات ويسلم لحمدي، وحمدي يا سلام يا سلام يا سلام على حمدي يؤكد. اعتبر أحمد أيوب المدرب العام للفريق الكروي بالنادي الأهلي أن أحمد حمودي صانع ألعاب فريقي لعب مباراة كبيرة أمام تليفونات بني سويف رغم إهداره ركلتي جزاء. الحمد لله، يعني مكسب مهم ومباراة بالنسبة لنا مهمة، يعني أول مباراة في الكاس وأنت حامل اللقب بتدافع عن اللقب، مهم جدا تظهر بمستوى كويس، مهم جدا تأدي أداء كويس، والحمد لله يمكن شفنا تركيز اللعيبة ومن بداية المباراة إصرارهم على المكسب والفوز، والحمد لله يمكن مكاسب كتيرة النهاردة من المباراة، بقول الحمد لله مكسب مهم بالنسبة لنا وربنا سهل، لسه عندنا محطات كتير الفترة الجاية بقى
ان شاء الله. يعني وارد في كره القدم، يعني حصل قبل كده، يمكن كان يعني قبل كده حصل، يمكن عبد الله سعيد برضو في مباراه اهدر ركلتين جزاء، يمكن حمودي نفسه يجيب هدف. انا بقول لك بغض النظر على الفرص اللي ضاعت ركلتين جزاء، النهارده قدم اداء مميز وكان عنده سرعات، عنده يعني بيعمل فرص لزمايله الحمد لله. يعني بغض النظر عن ضربتين جزاء او الاهداف، وده مش المعيار ولا المقياس بالنسبه لنا. وبدوره أكد كرم جابر المدير الفني لفريق تليفونات بن سويف، أكد أن الأهلي سيطر على مجريات المباراة، مضيفا أن فريقه حاول أن يجاري الأحمر في الملعب لكن كان الأمر صعبا للغاية. خلينا نعترف ونقول أن احنا ده كان وان سايد جيم، مباراة من اتجاه واحد بس النادي الأهلي. احنا بدأنا الماتش بنحاول نكون موجودين لحد أول ربع ساعة، قلة خبرة اللعيبة، مش قصدي أقول أن اللعيبة طبعا ما أدتش كويس، لا احنا كلنا مسؤولين، انا كمدير فني وكجهاز ولعيبه صغر سنهم اثر كتير جدا جدا، لكن يعني النادي الاهلي النهارده وان سايد جيم، مش قادر اقول اكتر من كده، وبقول له مبروك. والنادي الاهلي طبعا انا مش لاقي حاجه اقولها غير ان انا اقول ان انا بلعب فرقه كبيره، فرقه محترمه، فرقه عارفه بتعمل ايه في الملعب، حاولنا نجريهم لكن كان صعب. تأهل فريق سموحة إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر، ذلك بعد الفوز على الأولمبي بهدفين مقابل هدف. افتتح التسجيل لسموحة مدافعه ياسر إبراهيم في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل أسامة مرعي للأولمبي في الدقيقة 80 عبر تسديدة صاروخية. في الوقت بدل ضائع خطف عبد العزيز إمام هدف الفوز لسموحة ليتأهل الفريق لدور 16، بذلك يواجه سموحة فريق بتروجيت في مباراة دور 16. على ارض الملعب في الدقيقه 80 في وقت صعب. تماس معاذ يلعب تاني، تماس داخل منطقه الجزاء يلعب بجسمه ويسيطر على كورته، حسام بينيه حلوه والتسديده والهدف، الهدف الثاني خلصوها في الدقيقه الاولى. لازلنا مشاهدينا في اخبار كاس مصر، حيث تاهل نادي الاسماعيلي لدور 16 بمسابقه كاس مصر بعد اقصائه بسهوله لفريق الشرقيه، حيث فاز عليه بثلاثه اهداف مقابل هدف ضمن مباريات دور ال 32 للبطوله. الاسماعيلي تقدم في الدقيقه الثانيه عن طريق دياغو كالدرون قبل ان يعزز تقدمه من ركله جزاء سجلها محمود متولي. في الشوط الثاني قلص الشرقية الفارقة في الدقيقة 85 وذلك عن طريق دياغو كالدرون بالخطأ في مرمى قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف الثالث للدراويش، لينتهي اللقاء بفوز الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، منتظرا الفائز من فريق إمبي ونادي مصر اللذين سيلتقيان اليوم لمواجهته في دور 16. فوزي والهدف الثالث، الهدف الثالث من صناعة إبراهيم. أعلن النادي الأهلي عودة مروان محسن مهاجم الفريق إلى تدريبة الجمعية اعتبارا من غد الأحد عقب إتمامه لبرنامجه التأهيلي. تعرض محسن للإصابة بالرباط الصليبي في شهر فبراير الماضي أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ليخضع اللاعب إلى جراحة في ألمانيا أعقبها فترة تأهيل، وسمح الطبيب المعالج لمهاجم الأهلي بمشاركته في التدريبات الجمعية مشترطا تجنب الالتحامات. كان طبيب الأهلي قد فسر ابتعاد محسن عن الملاعب لعشرات أشهر إلى الدراسات الحديثة التي زادت من فترة التأهيل فيما بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي لتجنب تجدد الإصابة. إلى تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، حيث ودع منتخب الجزائر هذه التصفيات في روسيا وذلك بالتعادل مع النيجيري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بملعب الشهيد حملاوي. تعد هذه المباراة هي الأولى للأسطورة رابح ماجر في تدريب منتخب الجزائر. تقدم منتخب نيجيريا في النتيجة عن طريق جون أوغو قبل أن يتعادل ياسين إبراهيمي للخضر من ركلة جزاء. بهذه النتيجة أنهى منتخب الجزائر التصفيات في المركز الأخير للمجموعة الثانية من تصفيات إفريقيا برصيد نقطتين اثنتين فقط،
فيما رفع نيجيريا المتأهل رسميا لمونديال روسيا رصيده إلى النقطة 14 في الصدارة. بات المنتخب السنغالي ثالث المنتخبات الافريقيه المتاهله الى كاس العالم بعد الفوز على نظيره الجنوب افريقي بهدفين نظيفين في المباراه المعاده من الجوله الثانيه، وذلك لتصفيه القاره المؤهله لمونديال روسيا العام المقبل. كان الفيفا قد قرر اعاده مباراه السنغال وجنوب افريقيا بعد ثبوت قيام حكم المباراه جوزيف لامتي بالتلاعب بنتائج المباريات. ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب ليتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه والأولى له منذ 16 عاما. بات المنتخب السنغالي هو المنتخب الثالث والعشرين الذي يتأهل للمونديال رسميا. ينتظر العرب اليوم مواجهتين من العيار الثقيل، وذلك خلال مباراتي المغرب مع كوت ديفوار وتونس مع ليبيا في المرحلة الأخيرة من التصفية الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2018، حيث يستضيف تونس نظيره منتخب ليبيا بملعب رادس، وهو في حاجة للتعادل فقط للحاق بالمنتخبات المؤهلة أو المتأهلة إلى روسيا دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى في المجموعة، بينما ستكون مهمة المغرب صعبة حيث يحل ضيفا على كوت ديفوار بأبيديجان، لكن نقطة واحدة أيضا ستكون كفيلة لأسود الأطلسي للتواجد بالمونديال. كانت السعودية ومصر قد ضمنتا التأهل للمونديال، وفي حال تأهل منتخبي المغرب وتونس فسيكون مونديال 2018 في روسيا أول نسخة تشهد مشاركة 4 منتخبات عربية. مشاهدينا، هذه النافذة الرياضية لا تزال مستمرة فيها بعد هذا الفصل القصير. السويد تفوز على إيطاليا في ذهب الملحق الأوروبي وفرص التأهل تبقى قائمة.